السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، اموركم مزيانه؟ الله يحفظكم ليا يا الغاليات. اليوم ياسمين قالت لي والو يا ماما، ديري ليا المغرب في كاسكروت. يا ربي السلامه. ودابا يا البنات هنايا ربي ندير لها شويه ديال المغرب، وان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم الطريقه اللي انا بغيت ندير، ونقول لكم شنو اللي كاين فيها. اصلا تشاركت معكم، غير نشارك معكم هذا، راه سريع طيبي في البلاصه البصح، غير طحني وطيبي في البلاصه كيجي غزال. ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو المقادير. عندي هنايا زليفه ما عمرهاش، وعلى حسب الانسان وشنو اللي باغي. عندي زليفه هنا ما عمرهاش ديال السميده الرقيقه هانتوما، وعندي هنايا الفورس، وعندي الخميره اللي هي الخميره ديال المعجونه، هي كدرتها في هذا الكويس. عندي معلقه ديال الخميره صغيره، وعندي واحد الخماره، وعندي واحد الفانيا. صافي الصلاه على النبي، ومليحه هي كريحه فوق السميده، شويه ديال المليحه. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندوزو الطريقه. غادي ندير يا البنات الماء اللي يكفيني هنايا هو الاول، وغادي ندير فيه الخميره اللي انايا في الزقت هياك، الخميره ديال العجينه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم مشاهدين كاملين، بنات وكلشي، بنات وولاد وكلشي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم رجعنا لكم بواحد الفيديو جديد، ما تنساوناش من لايك وسبسكرايب. اليوم رجعنا لكم بالمغرير، قلت ماما ديري لي وقلت لي ايه نديرو، وصافي وبتشاركوا معاكم، وشكرا لكم بزاف. وحنا اليوم جيناكم بالمغرير. اي الله يلا طريقة ماما. انتوما كنديرو داكشي كلشي، كنحركو هكا في الماء، كنديرو ديك الفانيا، وكنديروا الخميره والخميره العاديه. هنا كنديروا البنات السميده هياك، السميده ديالنا، زليفه ديال السميده، كنحركوها بحال هكا باش ملي نجيو نطحنوا ما تلقاوش داك الشيء متكتل. هنايا البنات كنديروا الدقيق اللي حنا غربناه من قبل، زليفه ديال الطحين، فورس هانتوما، وكنحركوا بحال هكا وكنطحن. دابا من عادي نطحن ونرجع معكم على حسب الصداع باش ما نبرزدكمش يا البنات يا الاخوات يا الاخوان، وندوز معكم في الطريقه ديال الطياب ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا عادي نطحنوا ومن بعد نرجع نكمل معكم. ها انتما المشاهدين رجعنا معكم، حنا دابا بدينا كنطيبوا في المغرير. انتما حنا عطحنا وقعدنا نطيبوا. يلا دابا بسم الله غندير. شوفوا المغرير كي داير، زيري من المغرير شوفوا كي داير المغرير كي داير، زيري من الاخرى. البغرير كيجي غزال وما كيلصق ما حتى شي حاجه، تبارك الله. شوفوا ومحرحر، شوفوا ها. الله يعطيك الصحه ماما. صحتك بنيتي، الله يعطيك العافيه. عندي دابا نديروا عليه الزبده، بسم الله، الزبده والعسل. حطينا حطيت بس انت هكاك. بسم الله بسم الله، الله يعلي. بسم الله نيت، بسم الله بسم الله، توكلنا على الله. انتوما واللي بزويته بلديه يديرها، حنا كنديرو زبيده. صافي كيجي مع الزبده. ديري بوحيده بوحيده، ديري الهادي كتصايبيها مزيان، هنا ديري عاود تاني الهادي باش يجي كلشي فيها. هي هادي دابا ناشفه، هاديك فيها ما فيهاش. تعالي نوريك، تعالي نوريك باش تعرفي. هادي هكا تمشي بحال هكا مع الجناب وكلشي باش كلشي يجي فيه، فهمتي؟ ماشي ديري بحال هكا كانتو. ندير دابا العسل. بسم الله، راه كيجي غزال هذا المغرير. ما تكتيش العسل اخي، القياس يا ياسمين ما كتعرفيش القياس والو. اي بالقياس، حاجه اللي كتكون كثيره ما كتكونش زوينه، كلشي كيجي بالقياس. هانتوما البنات، ايوا تبارك الله عليك. واخا كنخاصم عليها، راه كنبيعها تعرف ونبيعها تعلم الحاجة، ستعرف كل شيء عند هاد الدنيا هادي، راه ما تطرحمش. تبا كي تكوني كل شيء عارفة وكل شيء، ومازال يا ربي يا ربي تسلكي ولا محال. علاش ما دات البنت دي دات على الترتاب، راه عدي على الترتاب، دات على التروان راه عدي على التروان. قالك الله يرحم من عمل عملا واتقناه، اي حاجة بنادم تيديرها يعلم فيها وليداته، يعلم فيها بنياته. حيت بنتك راه ماشي دايما عادي تبقى معاك، اليوم راه معاك وغدا بغدا راه تكون في دارها ومع وليداتها ومع ناسها،
من صغرها علاش ما ددي دات على الترتاب وترتب وتخدم بالقياس وتعرف اش كدير وتول راه عادي تول دات على الترباج تبقى عادي زو تربج ما تصلح لا تحلى تاع الناس فهمتي الا كانوا داك الحاجه ما تركش خاطرك انتم البنات شوفوا البغير كيجي زوين وكيجي غزال وكيجي فنيون وسهل وغاد ديري ورضي دغيا دغيا غير تحني الخليط ديالك وردي دغيا دغيا وكيجي ساهل وزوين تبارك الله كيجي من داكشي حنا داكشي كنتشاركوا معكم كاع اللي كديروا كنتشاركوا معكم ياسمين بغات البغري راه حنايا درناه وها حنايا كنصايبوه وها هي مخلطه ليها مخصومه مع الشغل وكل شيء هو هذاك هذه قديم تما هي هانتيا عرفتي دابا شتي اذا ما قلتلكش بحال هكا بنيتي راه ما تعلميش وصورك الله يعطيك الله يحفظك ليا ايوا الله يعطيك الصحه تانتي والله يخليك لينا وانتي ما شفت تبارك الله كيجي تبارك الله ما شاء الله الله يعطيك الصحه ماما صحتك بنيتي الله يعطيك الله يعطيكم الخير وتبارك الله عليكم حنا كنتشاركوا معكم اي حاجه كنديروا كنتشاركوها معاكم انت تبارك الله كيجا كيجي فن تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك بغيري راه طرا كيجو سمك سمك والقوام ديالو ها نتوما كي داير شفتوا القوام ديالو كي داير وراه تبارك الله زليفه زليفه ما عمرها راه كتخرج كتخرج بزاف واللي بايديرو صغور اللي بايديرو كبير على حسب كل واحد واللي كيبغي واخا انا ما عنديش المقله زوينه ماشي تا لهيل ولكن المهم كندي بانو بيها وكنخدم بها الغراض هانتوما راه قضيه غاديه مسلكه وتبارك الله عليكم اخوان والاخوات الله يعطيكم الصحه والله يعطيكم العز وراه البغير الا راه جاوهم هادوك زوينين وان شاء الله يعجبوكم وديروا حتى انتوما لوليداتكم وديروهم في اللي بغيتو وبصحه والراحه وما شاء الله عليكم هانتوما البنات شوفوا تبارك الله تبارك الله البغراكي كيجي هانتوما هانتوما قربي قطعي قربي حداهم وقطعي باش يشوفوا البغري الكيجا باش قسمي قسمي البغري باش يعرفوا البغري الكيجا راه كيجي ما حتى شي حاجه ها قربي ليهم يشوفوه شوفوا تبارك الله راه البغري راه علم الزيناته تمام بسم الله قربي عند الكاميرا باش يشوفوه وبركي عليه راه ما معجن ما حتى شي حاجه البنات ها انتم ما يتعجن ما والو غير طي غير ديري وطيبي وحطي الدنيا مفتحه على مزينها دابا غادي ندوق بسم الله بسم الله قولي يا ياسمين تبارك الله عليك زوين قوه سيري بصحتك يا تبارك الله شكرا قولي ماماك ما تمدي لك الحاجه الزينه قولي راه ما معجن البنات ما والو ها نتوما راه يجيكم تبارك الله على مزيناتو ساهل ماهل دغيا دغيا ندقت انا شويه بسم الله معسيله بسم الله يعطيك الصحه نعيمه شدي لهم على المقله ها باينه تبارك الله هانتوما عبر مضبوط المراه قياسكم راه كتعرفوا شويه ديال واحد الفانيا وخميره حمراء شويه ديال الخميره ديال الدار ومع السميده تبارك الله راه كيجيكم غزال مكونات بسيطه جدا دغيا دغيا البنات شوفوا تبارك الله وكيجي غير مخرب كيسعد يلا السلام عليكم وبالصحه والراحه